الإسلامية يخوضون معركة الكرامة، معركة الحرية من يوم 29 على التوالي. أبناؤنا داخل المعتقلات يموتون في هذه اللحظة. هل من مجيد؟ هل من مجيد؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نقول لهذا الاحتلال إننا حتما عائدون، عائدون إلى تل الربيع، إلى كل قرانا المدمرة. هذا وعد الأحرار، وعد أسرانا الأبطال. عار عليكم وأبي قابع خلف قضبان الحديد. أريد أبي، يا امي تناديني، يا موجة فؤادي يما هي حبة عيني. جوا الزنزان سمعتك يا امي. يعني عندما بدأت معالم هذه النكبة والمؤامرة على الشعب الفلسطيني، وعندما رسمت في الدهاليز، لم يكونوا يتوقعوا أبدا أن يأتي عام 2017 واحد ينقق هنا في مواجهة الاحتلال، ولا أن يكون أسرانا خلف القضبان يخوضوا هذه المعركة. لذلك نحن نقول، نحن نتغلب عليهم بصمودنا، بلحمنا، بعطشنا، بجهدنا، بوحدتنا، بكل أشكال المواجهة التي نمتلكها كشعب فلسطيني. إضراب الكرامة والحرية. بنوجه رسالة لأسرانا الأبطال اللي هم ما بدهم رسالة منا، هم اللي بيعطوا المعنويات، هم اللي بيرفعوا المعنويات. بنقول لهم شعبكم وراكم، أهل الخليل وراكم، أهل فلسطين كلهم خلفكم، لأنه أنتوا اللي بتستاهلوا أنه الناس توقف وراكم، لأنه الأسرى هم اللي ضحوا بكرامتهم وضحوا بوقتهم وضحوا بأحلى أيام عمرهم وبأحلى أيام شبابهم، من شان احنا نعيش واولادنا نعيش ونرد الكرامه والارض للارض والعرض في ارض فلسطين. ثورتنا تدوم والعزم واصرار. يلا يا خي زيد الصبر شوي بالملح.